اللي يجمعنا هو الظلم، الظلم اللي ولاو كيعيشوا فيه الأسر اللي ما عمرها ما عرفت استعمار من طرف عصابات كتستولي على الممتلكات ديالهم. وفي هذا النطاق احنا واجهنا العصابات، والحمد لله ملي كان كيمنعونا باش نقولوا كلمه مافيا، والرساله الملكيه جات وزولات هاد الضبابه كلها. هاد الندوه الصحافيه جات من بعد الرساله الملكيه تفاعلا مع الرساله الملكيه ضد ما يسمى بمافيا العقار. وانتم كمنابر اعلاميه مشكورين، كتعرفوا المجهود والتمن اللي خلصنا من الحريه ديالنا للنيل من مافيا السطوع الممتلكات اللي اخترقوا لنا المؤسسات. هذه العصابات اخترقوا لنا المؤسسات واصبحوا يتاجرون في المحاكم المدنيه باحكام مبنيه على الزور ويشردون الاسر. واليوم نستنكر بشده ونطالب وزاره العدل بالرجوع للوراء وانخراط المجتمع المدني الذي حرم من لجنه، لانه لا يمكن، نحن لا يمكن اخذ اي قرار بدون الاستماع للضحايا. يعني الضحايا لا ما سمعوش لهم. احنا في المغرب من بعد الرساله الملكيه هيئه الانصاف والمصالحه استمعت للضحايا عال باش تخداو التقارير، ولهذا من بعد الرساله ضد مافيا السطوع الممتلكات تنطالبوا وزاره العدل باش تعامل مع المجتمع المدني وعدم تبخيص المجهودات ديال المجتمع المدني.